إجراءات متعددة تتخذها مصالح الوقاية المدنية كل صيف من أجل تأمين السباحة، والأمر ينسحب هنا على شاطئ الرباط حيث تزداد المراقبة والتدخل عند الحاجة لإغاثة المصطافين. مجموعة التدخلات التي قامت بها القيادة الإقليمية في شاطئ الرباط منذ فاتح يونيو إلى غاية 15 يوز من هذه السنة، قمنا بإنقاذ 43 شخص واللي تلقوا الإسعافات الضرورية بعين المكان، وتم نقل 4 أشخاص للمصالح الاستشفائية من أجل استكمال الإجراءات الطبية والإسعافات الضرورية. الحرص يطر بالأساس الأطفال بالنظر إلى صغر سنهم وعدم إلمامهم بالسباحة أحياناً. تعجبني البحر بزاف، وقامت نمشي الغرق لأن تنخاف تسبب لينا في شي مشكلة تنعوم إحدى الماء. إيه هنا رسالة كان نوجهها للمصطافين أنه ما عمرهم يعوموا بوحدهم، ويجيوا يسولوا الناس الوقاية المدنية فين يمكن له يسبح، وخا يكون تعرف يعوم ما خصو شي غامر مسائل اللي غادي تخرج ليه على حياته. كنعرفوا بلي شهر رمضان شهر كريم شهر الغفران، وبالنسبة للبحر كيبغيو الإنسان الدراري الصغار فين يقضيو الوقت ديالهم، وبما أن البحر واعر خص الحيطة والحاضر، وأول مسؤول وآخر مسؤول هو الأب. وفي هذا الإطار كان التمسوا جميع المصطافين وجميع المواطنين باش يتخذوا الحيطة والحضر، وباش يعرفوا بأن السباحين المنقذين الموسميين راهما هنا من أجل السلامة ديالهم ومن أجل الوقاية ديالهم من الخطورة، فبالتالي لازم يتعاونوا معهم ويكونوا على مقربة منهم باش يتجنبوا الأخطار اللي كتنتج عن السباحة في المناطق الغير المحروسة والغير الخطيرة. التواصل مع السباحين المنقذين يكتسي إذن أهمية بالغة لضمان سباحة سليمة في فترة ترتفع فيها وتيرة مرتادي الشواطئ.